طاجن المكرونه، لا مش طاجن المكرونه الفرن، لا مش طاجن المكرونه البشاميل، بيكون لا نفس فكره البولونيز كده بس على الطريقه المصريه. عشان نعمل طاجن المكرونه محتاجين مكرونه عاده يا اما بتكون قلم يا اما بتكون مقصوصه صغيره، حاجه منهم يعني، اللي هي اكبر من بتاعه الكشري على طول، اللي هي بتتسمى عندنا في مصر الخواتم. عندي لحمه مفرومه ولازم يكون فيها دهن حلو يعني، ملح وفلفل وسبع بهارات، بصل مبشور، وعندي طماطم مفرومه، صلصه طماطم، سكر وزيت ذره. الوصفه سهله وسريعه ولذيذه جدا. المكرونه دي احنا سلقناها وبعدين ادينا في ميه وملح كتير وبعدين اديناها معلقه من الزيت بس. بس انا هديها دلوقتي بقى رشه فلفل اسود وهاخدها جوه الطاجن، ويفضل تكون سخنه لسه مسلوقه. تمام، هنحطها هنا على طول اهي، تلات ارباع كده الطاجن مكرونه، وبعد كده هقوم جايه على النار حاطه معلقه زيت ذره كبيره. وبعدين هقوم جايه حاطه طبعا كالعاده زي ما احنا دايما متعودين البصل بالتوابل بتاعته. بسم الله، بصل، ملح، فلفل اسود، لحمه، بهارات، وأقلب بقى دول كويس قوي قوي مع بعض لحد ما اللحمة تدخل في التسوية، مش تستوي سوا كامل. هجهز حاجتي جنبي يعني، هقربها شوية كده علشان ايه تكون جاهزة حواليا، اللي هما الصلصة والطماطم متقطعة مكعبات، ويفضل طبعا هنا الطماطم تكون مستوية يعني طماطم بتاعة الطبيخ. لما تروحوا عند الخضري تقولوا له طماطم طبيخ هيديكوا الطماطم اللي مهرية شوية اللي هي ما تنفعش للسلطة، دي بتبقى أحلى كتير، طعم ولون وشكل بتبقى أحلى كتير قوي. هقوم منزلة دلوقتي كده اللحمة نص سوا، هقوم منزلة الثوم، معلقة السكر، الطماطم المفرومة اللي عايز طبعا يشيل منها القشرة يشيلها خاصة لو عندكم قولون او حاجة، صلصة الطماطم، وده صوص بيبقى يعني في يعني جوسي شوية يعني في سائل شوية، ما بيكونش ناشف قوي يعني ولا طبعا مية قوي، بس لازم يكون فيه شوية كده من الصوص عشان هينزلوا على المكرونة، فاهمين قصدي؟ فالأول أقلب كويس جدا وأتأكد إن كله اختلط مظبوط. أيوة، وبعدين أقوم منزلة شوية المية السخنة يعني مقدار نص كوباية كده، ولازم تكون سخنه، واسيبها بقى تغلي مع بعضها علشان اللحمه تستوي، تنزل كل الاطعم في الميه دي ويبقى فيه شويه صوص بس تقيل مش خفيف. ايه رايكم نطلع فاصل لحد ما تتشكشك شويه، ولا استنى ندخلها الفرن وبعدين نطلع فاصل؟ استنى احسن عشان لما نرجع تكون استوت في الفرن، صح؟ لا معلش والله، ايه اصل انا قلت طب ما انا هرجع احطها في الفرن ازاي، ايوه فتراجعت، مش قصدي يعني، بس قلت لا مش هتظبط كده. ايوه شفت بقى شكشكت بسرعه، فعشان تاخد وقتها في الفرن واحنا في الفاصل عشان لما نرجع نراجع كده بهدوء بقى وننزل المقادير وبتاع، فهمت قصدي؟ فانا مش قصدي والله. طعمها خطير، ريحتها تحفة، لذيذة جدا جدا، ما بتاخدش جبنة على الوش، لكن انتوا لو عايزين تحطوا
باقي الصوص تقدروا تشيلوه في الفريزر ينفعكوا لمرات تانية. تقدروا تعملوا طبقات، تحطوا مكرونة ولحمة ومكرونة ولحمة ومكرونة ولحمة، مفيش مشكلة. تقدروا كمان تعملوا طواجن صغيرة اللي هي كل واحد طاجن، يعني كل فرد من أفراد الأسرة طاجن، لذيذة قوي قوي وهتعجبكم جدا. هدخلها الفرن.